ما حكم من يدخل المسجد ويجلس ولا يصلي تحية المسجد؟ فاته خير، أما الإثم فلا. أما كونه فاته خير، فلأن النبي قال لك إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أما كونه لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات المكتوبة، ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، والله أعلم.